مع فقرة مطبخ إيديال مفاجآت كتيرة كتنتظرك. شاركي وفوزي كل شهر بجوج تليفونات سمارتفون بيناتهم لمحدود ليك والميمة العزيزة عليك. وكذلك إيديال كتهديك العديد من المنتوجات للربح كل يوم. وانتي شنو هو منتوج إيديال اللي كيعاونك باش تحضري شهيوات بحال ديال الميمة؟ إذن كيف العادة دابا ولفتوا أن هذه المشاركات كتخص شهيوات الأمهات الوالدات ديالنا الله يحفظهم، وطبيعة الحال ديما تنقولها حتى اللي فارقونا إن شاء الله الدعوات ديالنا لهم بالخير، وطبيعة الحال دعوات دائما بالرحمة وأنهم دائما كنذكروهم، وهذه فرصة باش أنا كنشكروهم سواء الناس اللي بعد على الأمهات ديالهم أو اللي معاهم. شكر في كل لحظة، ماشي حاجة بسيطة وماشي شي حاجة اللي نقوله سهلة، بل حاجة اللي هي خاصنا نقدروها وكبيرة أن نشكروا بها دائما الأمهات ديالنا. فاليوم فرصة أنكم كتحكيوا لنا وكتعودوا لنا قصصكم مع الشهوات ديال الأمهات ديالكم. كاين بزاف ديال الحلويات وبزاف ديال الحاجات اللي كيوجدوها الأمهات ديالنا، واخا كنذوقوهم في شي بلاصة كنقولوا لا الا ما كليتاش عند الام ديالي راه بحال اللي ما كليتاش، يعني هذه ديما تنسمعوها. كذلك كاين شهيوات اللي كيفكرونا بشي ذكريات زوينه مع الامهات ديالنا، يعني مثلا كنقولوا هاد الحلوه هذه ما كدار غير في النهار الكبير، هاد الحلوه هذه ما كدار غير ملي كنا كننجحوا، هاد الحلوه ما كدار غير في العيد، ما كدار غير ملي كيجي خالي او عمي او ملي كيجي خويا من برا او اختي. يعني كاين بزاف ديال الحاجات اللي كتشاركوها معنا. فاليوم فرصه من خلال كل السيدات اللي كيشاركوا معنا، ما شاء الله عليهم الله يحفظ امهاتكم كاملين يا رب، كتشاركوا معنا وكان وجود تحايا الأمهات ديالكم كيف العادة. اليوم معايا سمية من العيون. سمية السلام عليكم. عليكم السلام. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. كي دايره انت؟ يا لاباس عليكم الحمد لله. اليوم نسلموا على الحاجة، اسم الحاجة خديجة. خديجة السلام لله خديجة، وإن شاء الله دائما بصحيحة والسلامة لها. لا خديجة، شنو علماتك وشنو الحاجة اللي ما نسيتيها شيء؟ هاد الحلوه ديال القفط من ديما وهي كدير، يعني من كنا مازالين صغار. نهار اللي كدير هاد الحلوه كيكون نهار الكبير عندكم ياك؟ ديما كيكون انا كنكون فرحانه فاش كدير لي هاد الحلوه. ملي كتكون مازاليه مازال سخونه انا خصني نذوقها. نعم. مازال سخونه واخا كنعرف انا راه غضرني، كنقول ما كنقدرش نصبر حتى كندوق وحده ولا جوج عاد كنتهنى نصبر نخليها حتى تبرد. نعم. دونك تعلمتيها حتى من عند الوالده ديالك الله يحفظها لك. من عند الوالده ديالي. اليوم غنشوفوا المقادير ديالها والطريقه ديالها، باقا محافظه على نفس المقادير والطريقه؟ باقا محافظه. واش كتجي بحال ديال الوالده؟ واش كتجي بحال ديال الوالده؟ لا ما كتجيش بحال الوالده، كاين شي نمسه كديرها ولا اليديدين ديالها كنحاول نديرها ولكن ما كتجينيش بحال ديال الوالده. اي وقت ما توحشتيها زور الوالده وخذ ياكل. لا اجي ناخذ المقادير ديالها والطريقه ديال التحضير. لا سميه واخا على بركه الله. مرحبا. عندنا 250 غرام ديال الزبده. اييه كتكون على درجه المطبخ. اها حراره المطبخ. عندنا كاس عنبه ديال الزيت. عندنا كاس ونص ديال السكر، يعني كاس عنبه. عندنا 4 صفار ديال البيض مسلوق، كناخذوا البيض كنسلقوه كناخذوا غير الصفار ديالو هكاك. عندنا 2 خمارات ديال الايديال. عندنا 1 الفاني ديال الايديال. اييه. وعندنا 1 قشور ديال الحامضه. وعندنا الدقيق على حساب الخليط. واخا. ويعني كناخذوا الزبده مع السكر كنخلطوهم مزيان حتى كتندم مع الفاني، حتى كيندمج ديال السكر مع الزبده. اييه. كنزيدو عليهم داك الزيت كنخلطو مزيان وكناخذو داك الصفار ديال البيض كنحكوه بحكه كتكون رقيقه باش يندمج لينا دغيا مع الخليط. وكنضيفو داك القشور ديال الحامضه. وفي الاخر كنضيفو الطحين ودوك الخمارات ديال الايديال جوج. اييه. صافي كنخلطوها مزيان، ما خصهاش تكون قاصحه، تكون رطبه شويه. كنكوروها كويرات صغار. يعني حيت فيها الخميره ضروري غادي تنسخ شي شويه. اييه. كنحطوها في اللاطه وكندخلها للفران هكاك. يعني الفران راه كل واحد وكيفاش كيطيب على حساب الفران ديالو. اييه. فاش كطيب لينا كنخليوها حتى كتبرد مزيان. وكناخذوا الشكلاط اسود كندوبوه في حمام مريم. ومن بعد كندخلوا في هذيك الحلوه وكنفندوها في الباستا. اييه. كاينه واحد الباستا ديال الكوفريت كانت شحال هذه. فوالا الباستا يعني كتفرتوها. كنحكوها في ديك الحكاكه ديال الخضره كنحكوها
وصافي وكنفندو في هذيك الحلوه. نعم. وبالصحه والراحه. رجعتينا للحلويات زمان صراحه صراحه، يعني البارح واليوم هذا الاسبوع رجعتونا للطفوله. رجعتونا للمه الزوينه. كانت هذه الباسطي يعني كانت مازال كتجيب ديك الكرتونات الكبار، ماشي بحال دابا كيكونوا صغار. ولكن المهم يعني كنقضيو. كرتونه كبيره ولكن كتجي زوينه صراحه، كتجي لذيذه. اول شيء تحيه للحاجه خديجه اللي كنتمنى انها تكون كتسمع لينا. ربي يخليك ربي يخليك. شكرا. ودائما كلمات الحب والوفاء لكل الامهات، وكيف قلت حتى الامهات اللي غادرونا لدار البقاء دائما دعوه ان شاء الله بتجديد الرحمه عليهم، ودائما الذكرى كتكون في البنيتات ولا الاولاد، يعني اللي كيحاولوا حتى هما يتذكروا الامهات ديالهم باشكال كثيره، وهذه فرصه ايضا. اول شيء لا سميه عندك جائزه اللي عباره عن منتوجات، ما تنسيش ان الرقم ديالك كيدخل في القرعه الكبرى اللي غتقدر تمكنك انك تربحي تليفون جوج سمارتفون بيناتهم لا محدود، يعني انك تهضر انت والوالده على خاطر، ولكن تنديروا القرعه ان شاء الله ونشوفوا فين عاد من غترصي. اول شيء مشكوره بزاف لا سميه من مدينه العيون على التواصل ديالك. شكرا بزاف. شكرا لك بزاف، واكيد كل المستمعات والمستمعين اللي كيسمعونا بطبيعه الحال الفرصه مازال قدامكم، يكفي انكم كتبعثوا لنا الحلويات اللي معودين او الشيوات اللي معودين الامهات ديالكم كيصيبوها، ولكن الا دخلتوها في شي بلاصه او حتى نتوما الا عدلتوها وصيبتوها كتقولوا ما جاتش بحال ديال الام ديالي. فهذه فرصه باش اننا تنشكرهم بهذا الشكل هذه وبهذا الشكل هذا، فما عليكم الا تواصلوا معنا. دائما ما تنساوش لي الاسم ديالكم بالكامل، السميه ديال الوصفه الله يعطيكم الخير، الوصفه مع المنتوج اللي تستعمل فيها. ما تنسوش ليا ايضا انكم تذكروا الاسم ديال الام ديالكم، شكون الحاجه اللي علمتها لكم. الله يعطيكم دائما الصحه جميعا، والتواصل كيف العاده على الرقم ديال الواتساب اللي هو 06 69 70 70 29. احد موفق للجميع. وانتي شنو هو المنتوج ايديال اللي كيعاونك باش تحضري شهيوات بحال ديال الميمه؟ مع فقره مطبخ ايديال شاركي معنا وصفه شي شهيوه ما كتاكليها غير من يد الام ديالك واللي تقاسمتها معاك وعلمتها لك باستعمال منتوج ايديال. وفوزي كل شهر بجوج تليفونات سمارتفون بيناتهم لا محدود ليك والميمه العزيزه عليك، وكذلك ايديال كتهدي لك العديد من المنتوجات للربح كل يوم. ايديال مع كل الامهات للحياه.